أروح لدكتور عاصم وأتساءل على خلفية التقرير اللي كنا بنعرضه وشراء الأدوات المدرسية. ساعات الأهل يقولوا إيه؟ مش وقته بقى، بلا ألوان بلا بتاع، إحنا عاوزين نركز في الدراسة حتى لو ما فيش أي أزمة مالية أو اقتصادية، نركز بقى في الدراسة. هل ده صح؟ ده يعني أكبر خطأ بترتكبه الأسرة. إحنا لسه كنا بنتكلم بنقول إن الناس ممكن أو الطفل يبقى مولود وعنده استعدادات والأسرة يعني ما تهتمش بالأمر ولا تولي أي رعاية، فيعني يتم طمس هذه الموهبة. الحياة مش معارف فقط، حتى المدرسة المفروض إن هي بتسعى لبناء شخصية متكاملة. الشخصية المتكاملة دي فيها جانب معرفي وفيها جانب وجداني وفيها جانب مهاري. الأسرة والمدرسة حتى في التقليدية يعني ما بتركزش إلا على الجانب المعرفي. الطالب رايح يذاكر ويدخل بعد كده في امتحانات في آخر العام ويحصل على شهادة وهكذا. الجوانب الأخرى من شخصية الطفل، الجوانب الأخرى اللي ممكن الطفل يكون مبدع فيها ويكون متميز فيها، أين مكانها في عملية التعليم والتعلم؟ يعني الحاجة المهمة اللي لازم الأسرة والمدرسة تدركها إن رعاية مواهب الطفل، يعني لو موهوب هو في الرسم مثلا أو في أي جانب من الجوانب الفنية أو المهارية، في رياضة من الرياضات، أي موهبة ملاش علاقة بالتعليم خالص ولا بالمادة الدراسية، إذا أشبعت رغبات الطفل في هذه المواهب وتم تنميتها والمدرسة بقت حريصة أن هي تنمي له مواهبه وأن هو يمارس هواياته المفضلة وأن هو المدرسة دي لما بيروحها بيشعر بالمتعة نتيجة أن هو بيمارس هوايات مفضلة بالنسبة له ومهاراته بتنمو، ده هينعكس على حب الطالب للمدرسة، ودي أحد عناصر الجذب اللي بتجذب الطالب للمدرسة اللي احنا دلوقتي بننادي بيها وعايزين الطالب يرجع تاني للمدرسة. ما هو هيرجع تاني للمدرسة ازاي؟ هيرجع تاني للمدرسة لما يكون المدرسة فيها أنشطة بتشبع مهاراته وبتشبع هواياته وبتنمي قدراته، يبدأ ان هو يحب المدرسة. لما الطالب يحب المدرسة يبقى رايح المدرسة وهو سعيد وفرحان ومبسوط. واحنا لما بنتكلم دلوقتي على أحدث نظريات التعلم، نظرية التعلم المستند للدماغ، دكتورة، نظرية التعلم المستند للدماغ بتقول إن التعلم لا يحدث إلا في جو من التفاؤل والمرح والسعادة. يعني الكتالوج بتاع الدماغ كده، الدماغ ده عشان يدي لك أقصى طاقة عنده ويدي لك أفضل ما عنده لازم تشتغل زي الكتالوج ما بيقول. الكتالوج بيقول إن الدماغ ده اجتماعي وإن الدماغ ده بيشتغل في جو من التشجيع والتفاؤل. طب التشجيع والتفاؤل هيجي منين؟ هيجي لما نهتم بمهارات الطفل وهواياته ومواهبه. بيحب الرسم نوفر له الأدوات اللي يرسم بيها، بيحب الرياضة نوفر له الملاعب اللي يلعب فيها، يروح المدرسة وهو سعيد وفرحان ومتفائل. هذا التفاؤل وهذه السعادة هتنعكس على الجانب المعرفي اللي احنا مركزين عليه وبندي له كل اهتمامنا، ده هيتنعكس عليه، يعني تحصيله حتى الأكاديمي هيرتفع. لأنه أصبح فيه بالنسبة له حالة جذابة داخل المدرسة، وحالة من السعادة في جذابية، هو مبسوط ساتسفايد زي ما بتقال.